الفاتحة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آل بيته الطيبين الطاهرين وإلى مشايخنا في الله تعالى أحياء وأمواتا لهم جميعا منا الفاتحة. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا لا بلوغ لمنتهى ونبرأ من كل حول وقوة إلى حوله سبحانه وتعالى وقوته، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لك الحمد يا ربنا ولك الشكر، لك الحمد ولك الشكر، نشكر نعماءك ونشكر فضلك العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا في هذا الكتاب المبارك المقدمات السنوسية وشرحها للإمام السرقسطي رحمه الله تعالى ورضي عنه. وصلنا عند قوله: وأصول الكفر والبدع سبعة: الإيجاب الذاتي، وهو إسناد الكائنات إلى الله تعالى على سبيل التعليل أو الطبع من غير اختيار، والتحسين العقلي، هذا هو الأصل الثاني، وهو كون أفعال الله تعالى وأحكامه موقوفة عقلا على الأغراض، وهو جلب المصالح ودرء المفاسد، والتقليد الرديء، هذا هو الأصل الثالث، وهو متابعة الغير لأجل الحمية والتعصب من غير طلب للحق، والربط العادي، هذا هو الأصل الرابع، وهو إثبات التلازم بين أمر وأمر وجودا وعدما على سبيل التأثير، والجهل المركب، هذا هو الخامس، وهو أن يجهل الحق ويجهل جهله به، والسادس التمسك في عقائد الإيمان بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير تفصيل بين ما يستحيل ظاهرها منها وما لا يستحيل، والسابع الجهل، والجهل بالقواعد العقلية التي هي العلم بوجوب الواجبات وجواز الجائزات واستحالة المستحيلات، وباللسان العربي الذي هو علم اللغة والبيان. هذه هي المقدمة الرابعة من المقدمات السنوسية، وهي ثمانية، فنحن الآن في المقدمة الرابعة، وتسمى عنوان هذه المقدمة أصول الكفر والبدع. والمراد بالبدع ليس بدعة مثلا التي ترتكب في المواسم، أو مثلا ما يسمى من البدع في أمور العبادات أو في المعاملات أو في غير ذلك، وإنما المراد بالبدع أقوال أو آراء أهل الفرق الزائغة، يعني البدع في جانب الاعتقاد وليس في جانب العمل، كبدعة مثلا القدرية، وهناك بدعة شنيعة وخطيرة وهي بدعة المجسمة والمشبهة
وهناك بدع كثيرة في جانب الاعتقاد. الله سبحانه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. قال المصنف والشاعر رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومنا وبموافقه مشايخنا في داري امين. المقدمه الرابعه اصول الكفر والبدع. ولما فرغ من الكلام على انواع الشرك السته وما يلزم منها الكفر وما لا يلزم، شرع الان في الكلام على اصول الكفر والبدع، فذكر انها سبعه فقال: وأصول الكفر. عطف هذه المقدمة على مقدمة الشرك لأن ولماذا هناك سؤال، لماذا حصرها في سبعة؟ ليس هناك مثلا نص في الكتاب أو في السنة أو قول مأثور عن السلف أو الخلف أنها محصورة في سبعة، فلماذا قال سبعة؟ هذا الحصر يسمى حصر استقرائي، يعني بالتتبع والاستقراء والبحث وجد أن ما هو كفر أو ما هو بدعة في الاعتقاد يرجع إلى واحد من هذه السبعة، يعني نظر في الكفريات والضلالات الاعتقادية فوجد أنها لا تخرج عن واحد من هذه السبعة، إذن فهذا يسمى حصر استقرائي. وقد يكون الاستقراء تاما وقد يكون ناقصا، يعني لا مانع أننا نستقرئ من جديد فنجدها ثمانية أو عشرة أو سبعين، الله أعلم. المهم أن هذا الاستقراء والتتبع أوصل الشيخ إلى أنها سبعة، ولكن لا مانع من ظهور أصول أخرى، حيث إنه قد ظهرت بدع جديدة وظهرت أنواع من الكفر والإلحاد جديدة لم تكن من قبل، فأيضا إما أن ترجع إلى الأصول القديمة وإما أن يستحدث لها أصل جديد. نعم. وأصول الكفر. عطف هذه المقدمة على مقدمة الشرك لأن بينهما عموم وخصوصا من وجوه يشتركان في جلها، وينفرد الشرك في السادس وينفرد الكفر في الإيجاب الذاتي. يعني لماذا عطف هذه الأصول السبعة على مقدمات أو على مقدمة الشرك؟ المقدمة التي قبلها تسمى أنواعه، وأنواع الشرك كم؟ ستة. فقال لأن بينهما عموما وخصوصا من وجوه، يعني العموم والخصوص الوجهي ما هو؟ هو أن يشترك شيئان أو معنيان في شيء أو في مادة، وينفرد كل منهما في وجه أو في جهة أخرى، ولذلك سمي وجهي. فمثلا أقول هذا الكتاب، المقدمات كتاب مفيد، إذن اجتمعت الإفادة واجتمع الكتاب في هذا لأنه كتاب وهو مفيد. وقد ينفرد الكتاب الغير مفيد في وجه، ويكون المفيد غير كتاب، بأن يكون المفيد طعاما أو شرابا أو شيئا آخر غير الكتاب، فقد يكون الكتاب مفيد إذن اجتمع، وقد يكون الكتاب غير مفيد أو المفيد غير كتاب، زي خاتم حديد، يجتمعان إذا كان الخاتم حديدا أو فضة، لأن الذي معي فضة وليس حديد، والفضة ليست بدعة وليست حراما، وهذه يعني فضة ليست يعني من الجيدة، ولكنها يعني
تناسب الأحوال المادية التي يعيش فيها الشعب المصري. فهذه إيه؟ هذا خاتم إيه؟ فضة. قد يكون الخاتم حديد أو ذهب، إذا فانفرد ليه الخاتم، أو قد تكون الفضة غير خاتم، إبريق أو ملعقة، إذا فهذا اسمه خاتم فضة، اسمه إيه؟ عموم وخصوص، ها؟ وجهي. أما العموم والخصوص المطلق مثل إيه؟ شجر أراك، لأنه الأراك لا ينفرد، الأراك لا يكون إلا شجر، أما الشجر أعم، فقد يكون أراك وقد يكون غير أراك. عارف الأراك اللي هو إيه؟ السواك. إذن عرفنا الفرق بين العموم والخصوص ليه؟ المطلق، وبين العموم والخصوص الوجهي. العموم والخصوص المطلق يجتمعان في شيء وينفرد الأعم، أما الوجه ينفرد كل منهما في وجه آخر، ولهذا سمي إيه؟ وجهيا. فإذا قلت لك نبي ورسول، بينهما عموم وخصوص مطلق وليس وجهيا. ليه؟ لأن النبي هو الذي ينفرد في النبي الذي ليس رسولا، أما إذا كان رسولا فقد اجتمع، لأن كل نبي رسول وليس العكس. هذا على رأي الجمهور. أما إذا قلنا بالرأي الآخر، نقول بينهما عموم وخصوص وجهي، لأنه قد يكون الرسول ليس نبيا، مثل إيه؟ الرسل من الملائكة، فهم رسل وليسوا إيه؟ أنبياء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن إيه؟ ومن الناس. اقرأ. عطف هذه المقدمة على قول تختزلي. نعم. قول هذا تختزلي ولا؟ وقول ذكر أو ذكره الشعراني، وذكره وذكر أيضا في العقائد النسفية، وذكر في كثير من الكتب الكلامية. عطف هذه المقدمة على مقدمة الشرك لأن بينهما عموما وخصوصا من وجوه. عرفنا الآن العموم والخصوص للوجه، ولذلك قال يشتركان في جلها. يعني إيه يشتركان في جلها؟ يعني ليس كلها، يعني في الغالب. ليه؟ حينفرد واحد وحينفرد آخر. فلو كان حينفرد واحد فقط كان عموم وخصوص إيه؟ مطلق. لكن في شيئان أو أمران أو معنيان كل منهما ينفرد. ينفرد الشرك في السادس، يعني في النوع السادس، في أنواع الشرك ينفرد، يعني يقال هذا شرك وليس كفر. وينفرد هنا الكفر في الإيجاب الذاتي، فالإيجاب الذاتي يسمى كفرا وليس شركا. والنوع السادس من أنواع الشرك يسمى شركا وليس. إذن فما هو الفرق بين الشرك والكفر؟ هل هما واحد؟ يعني مثلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، هل الكفر داخل فيما دون ذلك؟ هل يمكن مغفرة الكفر؟ إذن لا. يبقى إذن هنا الكفر هو إيه؟ الشرك، لأن الكفر قد يكون إيه؟ إنكار الخالق أو اعتقاد الشريك مع الخالق، فاعتقاد الشريك كفر. إنما الشرك قد لا يكون كفرا، مثل شرك الأعمال، فهو معصية، الذي يسمى إيه؟ الشرك الأصغر، الذي هو إيه؟ الرياء، وهو ليس مخرجا عن الملة، فكيف يكون كفرا؟
لكن اسمه ايه؟ شرك. والله تعالى سماه كذلك في قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. هذا شرك في العبادة. هي معنى شرك العبادة أن يعبد الله تعالى بالعبادة ويشرك معه غيره، يعني يصلي لله تعالى وليه لمراءاة الناس. إذن فهو أشرك في العبادة، ولكن لم يعتقد أن الله له إيه؟ شريك. ولهذا الشرك يسمى إيه؟ معصية، ولا يكون إيه؟ كفرا. نعم. وأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره. الأصل هو ما يبنى عليه غيره، والفرع هو ما يبنى على غيره. فالدين عبارة عن إيه؟ أصول وإيه؟ وفروع. وهناك أصول في الاعتقاد، وهناك أصول في الأعمال. ولذلك عندنا في الدين أصلان وليس أصل واحد. عندنا أصول الدين الذي هو علم الإيه؟ الكلام. وعندنا أصول الفقه الذي ينبني عليه الإيه؟ الأعمال والتكاليف. إذن فالأعمال لها أصل، ولكن غلب على علم الكلام. سمي إيه؟ له كم اسم؟ ثلاثة أسماء: أصول الدين، وعلم التوحيد، وعلم الكلام. طب أصول الفقه هل هي من الدين أو لا؟ نعم، ولكنه غلب تسمية أصول الدين في إيه؟ في علم الكلام، مع أن كل منهما أصل للدين، لأن الدين فيه إيه؟ فيه جانبين: جانب عمل وجانب اعتقاد. والكفر لغة الستر والتغطية، واصطلاحا عدم الإيمان. يعني الكفر في اللغة الستر والتغطية. قال تعالى: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الكافر في اللغة معناه الساتر، يعني الذي يكفر شيء يغطيه ويجحده. فكأن الكافر عنده أمانة يجحدها وهي الإيمان، ينكر الإيمان أو يجحد التصديق، ولذلك سمي إيه؟ كافرا. هذا هو المعنى اللغوي. أما في الاصطلاح الكفر عدم الإيمان. الكفر عدم إيه؟ عدم الإيمان. والتقابل بين الإيمان والكفر تقابل العدم والملكة. يبقى أنواع التقابل أربعة، عارفهم يا شيخ محمد؟ تقابل الإيه؟ الضدين والنقيضين والعدم والملكة والمتضايفين. هذا نوع من أنواع التقابل، يعني المقابلة، يعني أمران أحدهما في مقابلة الآخر. فمثلا العلم يقابله الجهل، النور يقابله الظلام، الكفر يقابله الإيمان. لكن ما هو نوع المقابلة؟ قال: تقابل إيه؟ العدم وإيه؟ والملكة. لأن العدم هو الكفر. خلاص كده؟ ليه؟ لأن الكفر هو عدم الإيمان. طب والملكة هو الأمر الوجودي. ولذلك دائما لما يجي يمثل لك فيقول لك العدم والملكة زي إيه؟ العمى والبصر. فما هو الأمر العدمي؟ العمى، لأن العمى هو عدم البصر. أما الأمر الوجودي اللي هو ذو الملكة، ذو الملكة يعني الموجود، يعني ذو ملكة يعني شيء موجود. أما الثاني عدم، ولذلك سمي إيه؟ عدم وإيه؟ وملكة. فالملكة معناها إيه؟ الأمر الوجودي. أما الأمر الذي لا وجود له فهو إيه؟ العدمي.
وأصول البدع، وأطلق عليها أصولا لقوة الكفر والاهتمام به، والله أعلم. لأنه ذي أصول يعني منبني عليها شبهات الكفار والمنكرين والجاحدين 7. الأول منها الإيجاب الذاتي، يعني مثلا الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى ورضي عن حجة الإسلام كفر الفلاسفة. طبعا ليس تكفير الفلاسفة على العموم، يعني من قال منهم مثلا بقدم العالم، من أنكر الحشر والبعث، من قال بأن الله تعالى علة بنفي الإرادة بوجوب كذا، يعني فيه شبه عند الفلاسفة جعلتهم يعني يصلون بها، لأنهم لم يرجعوا إلى نصوص أو إلى شريعة، وإنما أطلقوا المجال للعقل، لكن العقل محدود لا يستطيع أن يدرك كل شيء. العقل يصل إلى أن الله تعالى موجود، ويصل إلى أنه واحد، وأنه قادر، وأنه حي، وأنه مريد، وأنه عليم، ولكن لا يصل إلى ما وراء ذلك. فإذا أراد الفلاسفة البحث فيما وراء ذلك، لا شك أنهم سوف يقعون في الكفر والضلال أو في البدع الاعتقادية. فجمع أو رأى الإمام الغزالي أنه في 3 مسائل تكفر بها الفلاسفة، وهي قدم العالم، وإنكار الحشر للأجسام، وإنكار علم الله تعالى بالجزئيات. هذه الأمور الشبهات أو هذه المسائل التي كفر بها الفلاسفة ترجع إلى هذا الأصل والإيجاب الذاتي. هي معنى الإيجاب الذاتي؟ أقرأ. وهو أصل كفر الفلاسفة، حيث جعلوا الذات العلية فاعلة بمقتضى الإيجاب الذاتي. يعني مثلا لو جاء مثلا جماعة من الحداثيين، فكر الحداثي، أو من العلمانيين، أو الوجودين، أو أي مذاهب حديثة فكرية جديدة، وقالت بأن الذات الإلهية فاعلة بمقتضى الإيجاب، يبقى إذن يصبح هذا أيضا أصل لكفر العلمانيين أو الحداثيين أو غيرهم، يبقى أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره. فماذا قالوا؟ قالوا إنه الذات العلية فاعلة، يعني إيه معنى فاعلة؟ خالقة، موجدة، ولكن ليست موجبة بالاختيار، ولكن بالإيجاب الذاتي. إيه الإيجاب الذاتي؟ إذا أردنا أن نعرف ما هو الإيجاب الذاتي، يقول لك: وهو أي الإيجاب الذاتي إسناد الكائنات، يعني كل الموجودات دي مستندة إلى الله تعالى، لأنها لم توجد من ذاتها بل لها موجد. إذن فالفلاسفة ليس كفرهم راجعا إلى إنكار وجود الله، بل هم يقرون بذلك، ولكن يجعلون الله تعالى فاعلا ليس بالاختيار، وإنما بالإيجاب الذاتي. ما هو الإيجاب الذاتي؟ إسناد الكائنات إلى الله تعالى على سبيل، يعني طريق التعليل. هي التعليل أن الله تعالى علة، وهذه الكائنات معلولة، والمعلول يلازم علته. يعني ما معنى هذا؟ يعني الذات العلية
سبب عقلي لوجود أي شيء من الممكنات أو عدم وجوده من غير إرادتها. إذن الفلاسفة لماذا كفروا؟ لأنهم أنكروا صفة الإرادة. يقولون الذات تفعل بالإيجاب. ولما أنكروا صفة الإرادة أيضا أنكروا صفة القدرة. ليه؟ لأن القادر المختار إن شاء فعل وإن شاء ترك، فلا بد أن يكون قادرا على الفعل وعلى عدمه، وهم يقولون إنه لا بد من الإيه؟ من إيجاد الكائنات، فهو غير قادر على إيه؟ على عدم خلقها، يعني قادر على خلقها فقط، لكن إذا أراد أن لا يخلق هو أصلا ما فيش إرادة، فإذا لزمهم إنكار إيه؟ ها؟ صفتين لما القدرة والإيه؟ والإرادة. لأنهم إذا أنكروا الإرادة لا بد من إيه؟ من إنكار الإيه؟ القدرة. ثم ترتب على إنكار القدرة والإرادة إنكار حدوث العالم، لأنه إذا لم يكن هناك اختيار وفي تلازم بين العلة والمعلول يبقى إذن العالم غير مسبوق بعدم، بل العالم موجود مع الله غير مسبوق بعدم، لأنه لو سبق العالم بعدم وهو ملازم لوجود الله لكان الله مسبوقا بعدم. إذن فهذا معناه إيه؟ نفي حدوث العالم، يعني العالم قديم ولكنه ليس قديما بذاته وإنما هو قديم بقدم علته. إذن فشوف كم مسألة، إنكار الكفر، إنكار الإرادة، إنكار الإيه؟ حدوث الإيه؟ العالم. هذا كله راجع إلى إيه؟ إلى الإيجاب الذاتي، فجعلوه تعالى سبب عقلي، يعني ليس له إرادة في خلق العالم وليس له اختيار وليس له قدرة على عدم خلقه، لأنه لا يصح أن نقول ليس له قدرة على خلقه لأن العالم مخلوق. فإذا نفوا القدرة من جانب واحد وهو القدرة على ترك الإيجاد، لكن الفاعل المختار إن شاء فعل وإن شاء ترك، يعني لم يفعل. ولهذا قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، يبقى أثبت الخلق وأثبت الاختيار. يبقى هنا الفلاسفة قالوا بليه ها؟ بإيه؟ ماذا قالوا؟ قالوا بالإيجاب الذاتي. كلمة الإيجاب الذاتي ما هو ممكن يقولون بالإيجاب أن الله فاعل بالإيجاب، لكن ما معنى كلمة الذاتي؟ ما معناها؟ يعني هو فاعل أو يجب عليه هذا بذاته لا لقدرته، يعني الذات نفسها هي الفاعلة مش القدرة، يعني لا يقولون أن الإجابة هذا إيه تابع للقدرة، يعني لا، إنما الذات، لأنهم ينفون القدرة، لأنهم لو أثبتوها لكان إيه فاعلا مختارا، إن شاء فعل وإن شاء ترك، فقالوا الذات من غير ما يكون إيه قدرة. وذلك تجد كثير من المسائل اللي عند المعتزلة تأثروا فيها بالفلاسفة، والفلاسفة قالوا بالإيجاب الذاتي، والمعتزلة قالوا قادر بذاته وليس به بصفة القدرة، وقالوا عليم به بذاته وليس بصفة العلم، وسميع بذاته، فأنكروا صفات له المعاني. ولذلك كان عمرو بن عبيد المعتزلي ينكر ويقول الله تعالى عالم بذاته، يعني ما فيش علم، الذات هي، وقادر بذاته إلى آخره. فقال له أعرابي أترضى أن يقال أبوك عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر؟ يبقى إذن إيه عرفنا إيه هي معنى الإجابة الذاتي، يعني الذات نفسها هي العلة وهي الموجبة. لكن إحنا لما نعلل أهل السنة لا يسمى تعليل،
يعني الله تعالى خلق الخلق، الخلق هذا راجع لتعلقات الايه؟ القدرة، انهم لا يرجعون الى تعلق القدرة انما الى الذات مباشرة. نعم. وغيرها أليس السنة أيضا يقول يعني لا نقول يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق العالم بالقدرة؟ لا، احنا لا نقول خلق بالقدرة. لماذا؟ لأنه حتى لا يفهم أن القدرة لها استقلال فيكون القدرة زي الذات شريك، وإنما الله تعالى خلق الخلق بقدرته، ولا نقول القدرة هي التي خلقت إلا مجازا. يعني لو قال مثلا انظر إلى صنع القدرة الإلهية مجاز، إنما أصلا هذا الصنع للذات لأنها موصوفة بالقدرة والقدرة قائمة بها، فلا ننسب الفعل إلى القدرة إلا مجازا، إنما المؤثر حقيقة هو الذات، ولكن لأنها متصفة بالإيه؟ بالقدرة، ولولا القدرة ما كانت إيه؟ مؤثرة. نعم. على سبيل التعليل يعني بأن تكون ذاته العالية عندة، أي سببا عقليا لوجود شيء من الممكنات أو عدمه من غير إرادتها، لأنه الإيجاب ده معناه ما فيش إرادة، فيلزم من وجود الله تعالى وجود العالم، يلزم، فمعناهم الله تعالى غير قادر على عدم وجود العالم، لا بد من وجوده، لأن العلة تقترن بمعلولها وهو سبب عقلي. شوف كلمة سبب عقلي، هناك فرق بين السبب العقلي والسبب العادي. السبب العادي يمكن تخلفه، زي وجود النار وعدم وجود الإحراق يمكن تخلفه لأنه سبب إيه؟ أما السبب العقلي لا يمكن تخلفه، فلأجل هذا قالوا إيه؟ إيجاب. لكن المعتزلة ما قالوا بالإيجاب إلا لكفروا، إنما قالوا بالوجوب. فما الفرق بين الإيجاب والوجوب؟ الإيجاب يعني نفي الإيه؟ نفي الإرادة. أما الوجوب يثبت الإرادة، ولكن يقول يجب على الله، كما يقولون يجب عليه فعل الصلاح وليه والأصلح، ولكنه قادر على تركه، لكن إذا لم يفعله يتوجه إليه لوم، أو هذا ينافي العدل وينافي التوحيد وينافي الكرم. فعندهم المعتزلة قادر على عدم الفعل، ولكنه إذا لم يفعل هذا غير مناسب لألوهيته وعظمته ويلام على هذا. لكن الوجوب ليس معناه نفي الاختيار، المعنى الذي معناه نفي الاختيار هو الإيجاب. ففرق بين الوجوب والإيه؟ والإيجاب. زي مثلا أنت تجب عليك الإيه؟ الصلاة، لكن ممكن لا تصلي، وإذا لم تصلي تعاقب، هذا هو الوجوب، زي الوجوب في الفقه، يعني كم من واجب يترك. أما الإيجاب لا، الإيجاب يصدر منك بغير إرادة، مجرد سبب إيه؟ عقلي، اقتران العلة بإيه؟ بمعلولها. هل عرفتم الفرق بين الوجوب والإيجاب؟ معروف؟ يلا. فيلزم من ذلك الوجوب اقتران العلة بمعلولها كتحريك الخاتم مع تحريك الأصبع. يعني مثلا أقول كده، شوف كده، تحريك الخاتم مع تحريك الأصبع ده إيجاب، إنه لا نقول وجوب. طالما الوجوب ممكن إيه؟ لا يفعل. أقول لك يجب عليك تحريك خاتمك وروح أنا لا أحرك فأعاقب، إنما الإيجاب لا أكلف به، ده أمر إيه؟ غير إيه؟ غير اختياري. والفلاسفة برضو عندهم يعني سوء أدب، كيف يثبتون لأنفسهم القدرة على الفعل والترك وينفون ذلك عن الخالق، فيجعلون الله تعالى فاعلا بالعلة بالإيجاب دون اختيار، مع أنهم يختارون لأنفسهم، فكيف يكون المخلوق
عنده اختيار والخالق ليس عنده اختيار. كتحريك الخاتم مع تحريك الاصبع من غير قصد المتحرك، يعني شوف كلمة من غير قصد، يعني كأن الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا، حتى إذا قصد لم يقصد خلق العالم والعالم خلق من غير قصد من غير إرادة. يعني حتى عندهم حاجة اسمها نظرية الفيض، زي إيه؟ لو أن الكوب امتلأ الماء يفيض من غير اختيار الكوب فيض، فكأن الماء فاض بدون إيه؟ إرادة وبدون إيه؟ اختيار. فالفيض والوجوب كله عنده، كل هذا عند مين؟ وكل هذا راجع إلى الإيجاب الذاتي أو على سبيل أي طريق الطبعي بأن تكون ذاته العلية. يعني الإيجاب الذاتي نوعين، إسناد الكائنات إلى الله على سبيل التعليل أو الطبع، لأنه في نوع ثاني من الفلاسفة يسمون الفلاسفة الطبائعيين. أيضا الطبائعيين وغير الطبائعيين أيضا يقولون بالإيجاب، والقول بالطبع أيضا مفوش اختيار، مثل القول بالعلة أي على طريق الطبع بأن تكون ذات العلية مؤثرة في شيء من الممكنات بالطبع. في حاجة اسمها العلة وفي حاجة اسمها الطبع، والطبع أو العلة ليس فيه اختيار، من غير اختيار، يعني من غير إرادة بيان، من غير إرادة تقف عندك، من غير إرادة بيان للتعليل، من غير إرادة، من غير اختيار، يعني بيان للتعليل، يعني ايه معنى بيان للتعليل؟ يعني بيان لانها علة، او بيان للتعليل والطبع، يعني بيبين لك ما معنى العلة وما معنى الطبيعة. العلة والطبيعة كلاهما يعني نفي الايه؟ نفي الإرادة. لكن ما الفرق بين العلة والطبيعة؟ أن العلة لا يتوقف تأثيرها على شيء، يعني مجرد وجود العلة يوجد المعلول، لا يتوقف على شيء، كحركة الأصبع بالنسبة لحركة الخاتم، فمجرد ما يتحرك الأصبع يتحرك الخاتم. شوف كده زي القلم اللي في يدي، إذا تحركت اليد تحرك القلم، لكن من غير الفرق بين العلة أن العلة لا يتوقف تأثيرها على شيء، كحركة الأصبع بالنسبة لحركة الخاتم المجعولة علة فيه، يعني المجعولة علة اللي حركة الأصبع علة في حركة الخاتم، يعني حركة الخاتم معلولة، لأنه إذا كانت هناك علة لابد أن يكون هناك معلول. أما الطبيعة تختلف في إيه؟ قلنا العلة لا يتوقف تأثيرها على شيء، أما الطبيعة يتوقف تأثيرها على أمرين، وجود شرط وانتفاء مانع. هذا هو الفرق بين الطبع والعلة. ولذلك قال سيدنا الشيخ الدردير رضي الله تعالى عنه في الخريدة: ومن يقل بالطبع أو بالعلة، مش لا تفترق، ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. ليه؟ لأن الطبع أو العلة معناه نفي الإرادة وليه والاختيار، لكن هناك فرق بينهما وإلا لكان واحدا. ما هو الفرق؟ أن تأثير العلة لا يتوقف على شيء، أما تأثير الطبيعة والعلة تأثيرها في معلولها لا يتوقف على شيء، والطبيعة تأثيرها في مطبوعها يتوقف على أمرين: وجود الشرط وانتفاء المانع. مثل مثال هذه ورقة،
وبعدين عندنا ايه نار، هذه نار، وضعنا الورقة في النار لم تحترق. لماذا؟ لأنه في شرط. ما هو الشرط؟ المماسة، يعني لازم النار تمس الايه الشيء الذي يحرق بها. أنا أريد مثلا حرق فلان واروح وأنا في البيت أشعل النار، طب أين الرجل الذي ساح؟ لازم تمسه الايه النار، ما ينفعش يكون هو في مكان والنار في ايه يبقى لازم المماسة. طب والشرط الثاني، جبنا النار وأشعلناها، ولكن هنا في ايه البلل، حط النار مفيش، لأنه في مانع من الحرق وهو ايه البلل. وكلما كان البلل شديدا لا يحترق حتى ايه يجف البلل، يبقى خلاص انتفى المانع فيحترق. وزيك لما تجيب عود الزرع الأخضر لا يحترق، إنما اليابس هو الذي يحترق. والفرق عندهم بين العلة والطبيعة أن العلة لا يتوقف تأثيرها على شيء كحركة الأسبوع بالنسبة إلى حركة الخاتم المجهولة عند تنفيذ، بخلاف الطبيعة كتأثير النار في الإحراق فإنه يتوقف على وجود شرط وهو مماسة النار لشيء معروف واندفاء المانع وهو عدم البلل مثلا. عرفنا الفرق بين الطبيعة والعلة. العلة يتوقف تأثيره، لا يتوقف تأثيرها على شيء، والطبيعة يتوقف على ايه اثنين، وجود الشرط وانتفاء ايه المانع. فإن قلت ما الدليل على استحالة كونه تعالى علة أو طبيعة؟ يعني واحد يقول لك يا أخي لماذا تقول الفلاسفة كفار أو أنهم أخطأوا، إيه المانع؟ أو أذكر لنا دليل على استحالة كونه تعالى علة أو طبيعة، لماذا يستحيل ذلك مع أن العقل يجوزه؟ فالجواب إنه لو كان كذلك لزم قدم العالم لوجوب اقتران العلة بمعلولها والطبيعة بمطبوعها. هذا هو الخطر، أو هذا هو الإيه وجه الإيه الاستحالة، استحالة كونه تعالى إلا ليه؟ لأنه لو كان علة أو كان طبيعة حيلزم قدم العالم. افترض أنه يلزم قدم العالم، ما هي المشكلة؟ ما تخلي العالم قديم، أنت إيه المشكلة عندك قديم ولا حادث؟ هو عالم وخلاص. وهو لو كان العالم قديما حننفي عن الله القدرة، وحننفي عنه الاختيار، وحننفي عنه الخلق، لأنه الخلق معناه إيجاد بعد عدم. يبقى شوف اللي حيترتب على إيه، يبقى إذن يستحيل أن يكون الله تعالى علة أو طبيعة، لأنه حيلزم إيه قدم الإيه العالم بقدم إيه يعني اقتران العلة بمعلولها والطبيعة، لأنه العلة تقترن بمعلولها والطبيعة تقترن بمطبوعها. فإن قلت يعني إيراد على إيه على الجواب، إحنا أجبنا وقلنا يستحيل أن يكون الله علة أو يكون طبيعة، فرح إيه السبب، لماذا الاستحالة؟ قلنا لأنه حيلزم كدم العالم. فرح أورد علينا المعترض قال لا نسلم قدم العالم، يعني ممكن يكون الحق تبارك وتعالى علة أو طبيعة ولا يكون العالم قديما، يعني هو لا يسلم لك بذلك. لماذا لا يسلم؟ يعني فإن قلت لا نسلم قدم العالم ليه؟ لأن العالم لا يخلو، إما أن تقول إنه صحيح الوجود في الأزل أو لا. شوف الشغل هنا إيه أو عمل هذا إيه فقه إبليس، يقول لك ها شوف وضعك في حاصرين، فيقول لك لأن العالم لا يخلو إما أن تقول، يعني هم يوجهون لنا، يقول لك هل أنتم تقولون إنه صحيح الوجود في الأزل أو لا؟
يعني هل يصح وجود العالم في الأزل أو لا يصح؟ إذا ماذا تقول؟ يعني إذا قال لك هل العالم يصح يعني يمكن وجوده في الأزل أو لا يمكن؟ ماذا تقول؟ يحيرك. يعني لو قلت إن العالم لا يمكن وجوده في الأزل يقول لك كذا أنت كأنك قلت إن الله عاجز غير قادر، لا يمكن وجوده في الأزل. وإذا قلت يمكن خلاص يبقى إيه المشكلة؟ يعني أمامك أحد أمرين، إما أن تقول وجود العالم في الأزل غير ممكن يبقى كده معناه أنت اللي بتنفي في القدرة مش أنا. طيب وإذا قلت يمكن خلاص يقول يمكن خلاص يبقى عندك إيه أمران. بيقول لك إما أن تقول إنه صحيح الوجود في الأزل يعني مع التسليم بكونه تعالى علة أو طبيعة، أو لا يعني أو لا يصح. فإن كان الأول يعني إيه، ما هو الأول؟ صحة وجود العالم في الأزل. فإن كان الأول لم يكن قدم العالم محالا، اللي أنت قلت إيه استحالة، إذا كان العالم يصح وجوده في الأزل يبقى إذن قدم العالم ليس محالا يعني جائز، فنحن نلتزمه. يعني احنا ما دامت انتوا بتقولوا يا اهل السنه يا شاعر يا ازهر شريف يا كذا اذا قلتم يصح وجوده خلاص احنا نلتزم ما قلتموه ونكون في هذه الحاله تابعون للازهر الشريف. وان كان الثاني اللي هو ايه لا يصح وجوده في الازل لم يلزم من قدم مؤثره قدمه، يعني مش لازم يكون إذا كان الحق تعالى قديم اللي هو العلة اللي بيسموه علة، لا يلزم من قدمه يعني من قدم العلة قدم الايه المعلول. ليه؟ لأن صدور الأثر عن المؤثر كما يعتبر فيه وجود المؤثر يعتبر فيه إمكان مطلق الأثر. يعني احنا بنعتبر ايه انه طالما في اثر يبقى في ايه في مؤثر، لان صدور الاثر عن المؤثر كما يعتبر فيه وجود المؤثر يعتبر فيه امكان مطلق الاثر. ايه معنى امكان مطلق الاثر؟ يعني امكان وجود الاثر وامكان عدمه، فلا يلزم من قدم مؤثره وجوده في الأزل، وإنما الذي يلزم هو إمكان وجوده لا وجوده بالفعل. وهذا هو الذي وضحه بقوله ونزيد تقريرا. يعني هم الفلاسفة لعبوا لعبة لا يلعبها إبليس نفسه، فقالوا إنه اللي هو في الأزل ليس وجود العالم بالفعل وإنما إمكان وجوده، وإمكان وجوده يعني يعني يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد، بس إحنا هنجيب لكم دليل على أنه موجود بالفعل. لكنهم ما قالوا به بأنه يلزم من وجود المؤثر وجود الإيه الأثر، ولكن إذا كان هناك مؤثر فيمكن وجود الأثر، يمكن يعني يمكن وجوده ويمكن إيه عدمه. ونزيد تقريرا فنقول القادر عندكم، شوفوا بيقولون ايه، القادر عندكم هو الذي يصح منه الإيجاد، أليس كذلك؟ يقولون القادر عندكم انتم هو الذي يصح منه الايه الإيجاد. والله في الأزل قادر ولا غير قادر؟ قادر. إذن يصح منه الإيجاد يعني إيجاد العالم في الأزل. فإذا لم يلزم من أزلية قدرته صحة الإيجاد أزلا لم يلزم من وجود المؤثر أزلا وجود العالم في الأزل. هذه هي الشبهة اللي هي تعتبر من شبهاتهم القوية
والشيخ الأمير في الحاشية لما تكلم ورد على شبهات الفلاسفة رد ردا بديعا قاطعا منيعا. هنا الشيخ بيقول فالجواب أن وقوع، شوف الجواب يعني بعد ما قرأ الآن ونزيد إيه تقريرا، يعني بعد هذا التقرير تقرير الشبهة يأتي إيه الجواب، ولا بد أن يكون الجواب قويا حتى يقتلع الشبهة من إيه من جذورها. أما إذا كان الجواب ضعيفا يذهب الجواب وينمحي من العقل وتبقى الشبهة. فالجواب إن وقوع العالم بالقدرة والاختيار في الأزل محال. كده احنا ايه سددنا عليهم الباب، لأن أثر القدرة لا يكون إلا حادثا، والحادث ممكن، وطبيعة الممكن لا تقبل الوجود الأزلي. إذن فعدم وقوع العالم بالقدرة والاختيار في الأزل محال. لأنه إذا كان الله تعالى قادرا وله اختيار فمعنى هذا أنه لم يكن هناك عالم، يعني سبق العالم بالعدم، فأراد الله تعالى أن يوجده فأوجده. إذن فلو كان العالم قديما هننفي عن الله تعالى القدرة والاختيار لأنه غير مسبوق بعدم. طيب لماذا لم يوجد العالم في الأزل؟ ليس لأن الله تعالى في الأزل غير قادر، ولكن لأن طبيعة الحادث أو الممكن لا تقبل الوجود الأزلي. فلو قبلت الوجود الأزلي الواجب لانقلبت الحقائق، لصار الممكن واجبا. تبقى هي المشكلة ليس في عجز القدرة، وإنما لأن الممكن طبيعته لا تقبل إلا الوجود الحادث، لا تقبل الوجود الأزلي. فأعطيك مثالا، مثلا أقول لك خذ مثلا ملايين القناطير المقنطرة والأموال وعلم الحائط الكلام، مهما كنت علمي في علمي ومقدرتي وإبداعي وتدريسي لا يتعلم الحائط. ليس لأني عاجز، لقد تعلم الإنس والجن عندي، إنما الحائط لا يقبل، طبيعته لا تقبل التعلم. يبقى إذن رجع الأمر إلى الممكن ولم يرجع إلى القدرة. مفهوم كده واضح؟ يبقى إذن عدم وجود العالم في الأزل ليس لعجز القدرة، لأنه كيف يوجد في الأزل وهو حادث؟ يبقى يصبح الحادث قديم، أو يصبح الممكن واجب، وحقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق. مفهوم كده قطعنا إيه؟ يبقى إذن هم يقولون هو قادر، نعم هو قادر، ويختار، نعم هو مختار وله إرادة. طب لماذا لم يوجد العالم في الأزل؟ لأن العالم حادث والعالم ممكن ولا يمكن أن يقبل الوجود الأزلي. فلم يصح قولكم إن العالم إنما لم يوجد في الأزل لاستحالة وجوده أزلا، ولا يكون مانعا عن صدور العالم عن العلة والطبيعة. فإن قلت ندعي أن صانع العالم طبيعة وإنما لم يوجد معها، خلاص انتقل من الكلام في العلة، حيأتي الكلام فين؟ يعني خلاص هنقول لك هو صانع العالم طبيعة. إيه معنى كلمة طبيعة؟ الطبيعة في اللغة يقول لك على وزن فعيلة، مش كده؟ وفعيل صيغة فعيل، إما أن تكون بمعنى فاعل وإما أن تكون بمعنى مفعول، زي قتيل بمعنى مقتول، سميع بمعنى إيه؟ بمعنى سامع، رحيم بمعنى راحم. فممكن تكون فاعل أو إيه أو مفعول.
طيب طبيعة مع بهل هل هي فاعلة ولا مفعولة؟ قال لك فيها المعنيان. يعني إن كانت الطبيعة فاعلة يعني مؤثرة يبقى هي خالقة، وإن كانت مطبوعة فهي أثر يعني هي مخلوقة. فيقول لك ندعي أن صانع العالم طبيعة، وإنما لم يوجد مع، احنا قلنا شرط أثر تأثير الطبيعة يتوقف على إيه؟ على شيئين، على وجود شرط. يبقى يقول لك هو تعالى طبيعة يعني صانع العالم طبيعة، ولكن لم يوجد العالم يعني المطبوع مع الطبيعة لقيام مانع من وجوده أزلا. يعني إذن الطبيعة تقترن بمطبوعها، لكن هنا في إيه؟ قلنا فيه أمرين. الأمر الأول وجود الشرط وانتفاء المانع، لكن هنا لم ينتفي المانع، فلأجل هذا لم يوجد العالم في الأزل. فما هو الجواب؟ يعني يقولون لك هو الصانع طبيعة، والطبيعة تقترن بمطبوعها، فلماذا لم يقترن العالم بوجود الله أزلا؟ قال لك لقيام مانع. فالجواب نقول لهم إذا كان المانع من وجود العالم في الأزل، يعني هو يقول لك العالم لم يوجد في الأزل، ليس لعجز الإيه؟ لعجز الإله، وإنما لوجود إيه؟ مانع. إيه هو المانع؟ احنا لا نقول لهم ما هو المانع، ولكن نسألهم هل المانع من وجود العالم في الأزل، المانع ده قديم ولا حادث؟ فإن كان المانع قديما يبقى إذن لا يوجد العالم أبدا، لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه، يبقى لا ينتفي المانع أبدا، فلا يوجد العالم أبدا. طب وإن كان حادثا، المانع ده حدث، يبقى إذن ننتقل إلى إيه؟ الدور إيه؟ والتسلسل. هنقول طب والمانع الحادث قبل مانع حادث، قبل مانع حادث وقبل، فإما أن يتسلسل وإما إيه؟ أن يدور. فمعنى هذا أنه لا يمكن وجود العالم أبدا إذا كان المانع إيه؟ قديم، والقديم لا يزول مع أن العالم موجود بالفعل، فهذا خلف أي تناقض. فإن قلت ندعي أنه حادث ليصح عليه العدم، ولازم نقوله إيه؟ حادث عشان يصح عليه أنه إيه؟ سبق به بعدم. فالجواب يلزم أن يكون العالم قديما، إذا كان المانع حادث يبقى يلزم أن يكون العالم قديما ليه؟ لتجرد الطبيعة في الأزل عن المانع. هو في الأزل ما كانش فيه مانع، يبقى لماذا لم يوجد العالم في الأزل مع أنه ما كانش فيه مانع؟ المانع بتقوله حادث، يبقى قبل المانع يبقى العالم إيه؟ موجود. فإن قلت ندعي أن العالم إنما لم يوجد معها، يعني مع الطبيعة في الأزل، لتوقف وجوده على شرط يوجد في الأزل، احنا قلنا في أمرين، في شرط وفي إيه؟ وانتفى المانع، خلاص المانع لا ينفع أن نكون حادثا، لأنه لو كان المانع حادثا معنى هذا أن العالم يوجد في الأزل، وإن كان المانع قديما العالم لا يوجد أبدا. فانتقلوا إلى مسألة إيه؟ الشرط. قالوا أصله عشان يوجد العالم في الأزل لابد يكون في شرط، زي الاحتراق الورقة مع إيه؟ مع الشرط اللي هو مماسة النار، فلم يوجد الشرط في الأزل ولابد من وجود الإيه؟ الشرط، والشرط غير موجود، إذن فلا يوجد العالم فين؟ في الأزل. فالجواب إن الكلام في حدوث ذلك الشرط وتأخيره عن الأزل كالكلام في العالم، فيحتاج هو أيضا إلى مانع أزلي، يعني الشرط الحادث ده اللي تأخر حدوثه عن الأزل يحتاج إلى مانع أزلي منع وجوده في الأزل. وإذا كان المانع أزلي لا يوجد الشرط أبدا،
وإذا كان المانع غير أزلي يبقى إذن الشرط موجود فين؟ في الأزل. فنفس الكلام اللي يقال فين؟ في المانع يقال فين؟ في الشرط. فالجواب إن الكلام في حدوث ذلك الشرط وتأخيره عن الأزل كالكلام في العالم هو المفروض يكون كذا، كالكلام في المانع مش في العالم، كالكلام في المانع. فيحتاج هو أيضا إلى مانع، لأن المانع حادث، فيحتاج إلى مانع أزلي. ولو كان المانع أزليا يعني المانع من وجود الشرط فيلزم أن لا يوجد شرط العالم أبدا، فإذا لم يوجد شرطه لا يوجد المشروط، لأن العالم متوقف وجوده على شرط والشرط لم يوجد، ولا بد من وجود الشرط حتى يوجد المشروط. زي ما أقول لك إذا حضرت الدرس تسمع الدرس أو تفهم الكلام، إذن سماعك أو فهمك متوقف على الحضور، فإذا لم تحضر فلن تفهم أبدا. إذن الكلام انتقل فين دلوقتي، أنه لو كان المانع من وجود الشرط قديم يبقى الشرط مش هيوجد أبدا ولا يوجد المشروط. وتقدير هات وتقدير شرط آخر حادث، فننقل الكلام إليه. يعني مثلا لو قلنا لا في شرط حادث، يعني إذا قدر شرط آخر غير شرط وجود العالم أزلا وهذا الشرط كان حادثا فيكون شرطا للشرط، يعني كأن الشرط مشروط بشرط، ويحتاج شرط الشرط إلى شرط، وشرط شرط الشرط مش هنخلص، هذا هو الدور. وهكذا، فإما أن يدور وإما أن يتسلسل وكلاهما باطل، فبطل ما أدى إليه، وذلك يؤدي إلى تسلسل شروط لا نهاية له، فيكون كل شرط وجود مشروط بشرط، فيكون الشرط شرطا ومشروطا. وإذا كان للشرط شرط هيكون الشرط مشروط والمشروط يكون شرط، وهذا انتفاء. تعالى تعالى، يعني تعالى يعني تقدس وتنزه مولانا عن هذا السفه وهذا الهراء وهذا الجهل. تعالى من حيث وجبت له القدرة والإرادة عن أن يكون علة أو أو طبيعة. طبعا المقدمة دي يعني مليئة أو صعبة عقلية شوية، فلأجل هذا نقف عند الأصل الأول حتى تكون قوة في الاستيعاب. ولكن مع ذلك لو في سؤال أو كذا حتى لا ننتقل، الثاني أصعب من الأول اللي هو التحسين العقلي، لكن بعد كده تسهل الأمور إن شاء الله تعالى. فلو في سؤال يتعلق بهذا أو فيما قبله جائز السؤال، لكن لا تسأل فيما بعده لأن شرطه الحدوث ولم يحدث. نعم تفضلوا. هل من سؤال؟ ألا هل من سائل؟ ورد الفلاسفة هنا اليونانيون. نعم، هو الفلاسفة فيهم نوعان، في فلاسفة إشراقيون وفي فلاسفة مشائيون. الفلسفة مختلفة، ولذلك لا نعمم الحكم على الفلاسفة. فمنهم المهتدي، وليسوا كلهم سواء. الفلاسفة اللي كفرهم كفر مرتبط بمسائل معينة،
قالوها وذهبوا إليه، وليس كفر مرتبط بالفلسفة، لأن الفلسفة هي إيه؟ هي الحكمة، هي فعل عقلي، فليس إيه الكفر مرتبطا بها، إنما مرتبط بما ذهبوا إليه من مسائل وعقائد. ولو أنهم يعني كان لهم هادي أو كان لهم أنبياء الفلاسفة اليونانيين أو غيرهم لاهتدوا، لأنهم كانوا إيه يطلقون العنان للعقل، ليس عندهم مستند في هذه المسائل إلا إيه البحث العقلي المحض، ليس هناك كتاب ولا سنة. نعم. في سؤال آخر لكم ثلاثة إيه أسئلة وقد سئل منها واحد فبقي اثنان، إما أن تدخر لكم في الدرس القادم فتكون الأسئلة في الدرس القادم خمسة إن شاء الله. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكري الغافلون. صلى الله عليه وسلم. الثلاثاء كما هو العشاء، صلي العشاء ونبدأ.